ترقد عند البشر. الأولى نحمد الرب عز وجل على كل حاجة، ونشكر فاني الشعب الجزائري ثانيا، وثالثا فاني ما نساوش وزير تاع الرياضة، وزير الصحة وقف معايا ودار مجهودات ودار امر انا ما كنت نستنى فيه حتى وصل درجه جوزني حتى الام تاعو وتكلمت معاه في التليفون، فهمت كيف؟ وكثر خيره وكثر خير الوالي، فاني اليوم استقبلني باحسن استقبال ما كنتش قاعد نستنى فيها، دار لي واتش انا ما كنتش نستنى فيه، فاني الحمد لله الوالي تاع البليده واش نقول لك، والاجراءات اللي تمشي قانونيا والحمد لله راجلي في خير وراني نشوف فيها بلي فيها خير ان شاء الله الرحمن الرحيم.